مدير عبد العال، انا مدير المشروع من طرف الاستشاري اللي هو مكتب شباب منظر. طبعا الموضوع الميدان احنا واصلين دلوقتي لحوالي 90% بنقفل. فكرته زي ما قلنا اكتر من مره، الموضوع عباره عن عرض متحفي مفتوح. المسله زي ما انتم شايفين ابتدت خلاص ركبت، والزملاء في وزاره الاثار بيقفلوها. بدانا في اعمال النوافير، المفروض اختبرنا بمبات وركب حاجات تقنيه في غرف المكن، تقريبا خلصت بنسبه 85%. بعد تركيب النافوره والتشطيبات بتاعتها هتبقى اخر مرحله تركيب الكباش، وبعدين الست زونات بقى بتاع العرض المتحفي المفتوح، من اول جراج التحرير، جمع جراج عمر مكرم، جمع التحرير، الاماكن اللي احنا فيها دي اللي قدام شارع مارد، كل الواجهات اتظبطت معادل، يعني وصلنا لنسبه 90% منها خلاص. زي ما انتم شايفين واجهات المحلات كلها اتغيرت، اليوفط اتشالت خلاص، بنقفل بقى اعمال الاضاءه والتوصيلات، ملاحظات الارضيات لو في ملاحظات الزملاء في الشركه المنفذه بيصلحوها، الدهانات بتاعت كل الاسوار قربت خلصت، الوش الاولاني فاضل على الوش الاخير. في مناطق اللي فيها اوضه المكن اللي هنا دي بدنا نخلصها، ده اكتر منطقه بعد كده هتخلص. ست المنطقه اللي عند الجراج والزرع واماكن السيتنج اريا قربت تخلص برضو، فاحنا ان شاء الله في خلال اسابيع هيكون الموضوع ان شاء الله المصريين اللي بيحتفلوا بيه ان شاء الله. شكل النوافير اللي حوالين المسله هتبقى شكلها ازاي؟ دي نافوره كبيره المايه فيها كاسكيدنج نازله كده، مفيش جيتس، يعني مفيش نوافير عاليه بتطرطش مياه عشان الاثر اللي موجود بخار المياه منه، فاحنا النوافير بسيطه جدا ومتهدله على اطار جرانيتي برضو في حوض كبير في تشكيل، يعني هيبان التشكيل كله تشكيل متكامل مع المسله، هيبقى شكله كويس ان شاء الله. هتبقى نافوره دائريه ولا عدد من النوافذ؟ دائريه، ده هي نافورتين عباره عن ثلاث مستويين، في مستوى اعلى من الكباش اللي هو فيه الكباش يعني، ومستوى ثاني بتنزل في مستوى اللي واقف فيه قواعد الكباش. القواعد الكباش اللي هي القواعد اللي احنا انشاناها، مش الكباش نفسها، الكباش محموله بعيد عن النوافير خالص وعن الميه. طيب نوع الزرع اللي هيبقى في الميدان بشكل عام؟ كل الزراعات اللي في الميدان احنا حافظنا انها تبقى طابع واحد، نوع واحد، يعني النخل هو نوع واحد، هو النخل اللي هو بيقولوا عليه فينكس تاكتيليفيرا اللي هو النخل البلح المصري بتاعنا. كل النباتات دي نباتات فرعونية ظهرت، وعليها هيبقى عليها ليبلز كلها فيها ظهرت في انهي اسرة واستخداماتها وفوائدها، ومكتوبة بالعربي وباللاتيني. في الزيتون، في هيبقى في بردي، في خروب، في كورديا ميكسا، في كل النباتات الفرعونية اللي هي ده الطابع اللي هيبقى سايد على الميدان. طيب يا فندم، الصينية نفسها شكلها هيبقى ايه بعد ما تتفنش يعني؟ الصينية زي ما احنا شايفين هي تقريبا شكلها مختلف عن ما هي باينه دلوقتي، عباره عن مجموعه من المصاطب الجرانيتيه، وفي مسله بتتوسطها على قاعده نسبها مظبوطه مع ارتفاعاتها، كل الحاجات دي منسقه مع كل الجهات، وفي الاربع كباش بتاخد الاتجاهات الاصليه وتتوسطهم نافوره كبيره هم فوقيها يعني. والزرع اللي في النافوره اللي في الصينيه هيبقى مختلف عن اللي بره ولا هيبقى لاندسكيب؟ لا، الزرع اللي في النافوره هيبقى زرع بسيط جدا عشان ما يضغطش على الاصل، يعني هو الخلفيه اللي بتربط ما بين منطقه انتقاليه ما بين المسار الملاصق للطريق على طول والمنطقه اللي فيها الاثر كحرم ظفر كده، زراعه نجيله كويسه وممكن يبقى فيه زرع. طيب الصينيه يبقى فيها مقاعد ولا لا مش هيبقى فيها؟ هي نفسها كل ستيب منهم الايدج بتاعها نهايتها عباره عن منطقه تسمح بالجلوس، يعني عباره هي نفسها كل ليفل منه مصمم بحيث يبقى منطقه تسمح بالجلوس، بس هي منطقه اساسها ان ما يحصلش فيها يعني عشان الاثر وتواجده، بس يبقى معمول حسابها يعني. انما كل الاماكن الجلوس موجوده في كل الميدان. نظام الاضاءه، احكي لي عن نظام الاضاءه. نظام الاضاءه طبعا احنا في مكتبنا عملنا تصميم للموقع العام،
اضاءته. ونسقنا طبعا مع شركه صوت والضوء. صوت والضوء بتعمل اضاءات لكل واجهات المباني القديمه وبتعمل الاثريه يعني، والعمارات اللي احنا قعدنا احيائها، ومع التنسيق الحضاري مع كل الوزارات، وزاره الاسكان، رئاسه الوزراء، يعني في كل والمباني التاريخيه زي المتحف المصري، في مباني هامه زي المجمع اللي شايفينه بيدهن دلوقتي بيتعاد لونه الاصلي، جامعه الدول. ففي دراسه متطوره جدا جدا لعمليات الاضاءه في الميدان هتقوم بتنفيذها شركة الصوت والضوء، ودي الشركة المصرية للصوت والضوء، دي أعلى كوادر في تصميم الإضاءة في مصر يعني، ومعهم يعني المقاولين هم اللي بينفذوا، وإحنا عاملين معاهم التنسيق بالنافورة بالصينية بالكباش، عملية متكاملة كل الأطراف يعني، ما أقدرش أنا أخاف ننسى حد. يعني الصينية نفسها هيبقى فيها إضاءة؟ طبعا المسلة ليها إضاءة محددة متطورة جدا بحاجات نارو بيمز كده، عشان هي طبيعتها ارتفاعها والعرضها وكل حاجة مدروسة فيها، والكباش وإضاءات الأماكن الجلوس وإضاءات أماكن الزراعات وإضاءات الوجهات، كل حاجة مدروسة بشكل متطور. إن شاء الله فاضل قد إيه بالظبط؟ يعني أسابيع، مش ما أقدرش أحدد ميعاد، إنما هم خلاص في خلال أسابيع الناس بتشتغل ثلاث ورديات، إحنا متواجدين معاهم على طول عشان الموضوع يخلص بأقصى جهد موجود يعني. الناس كلها في ثلاث ورديات، أول ما بدأنا في شهر ديسمبر، في شهر آخر نوفمبر وأول ديسمبر كانت وردية واحدة، بعد أول شهر بقى ورديتين، بعد يعني بالأسابيع يعني إحنا بنعدها بالأسابيع، بعد ثامن أسبوع أو سادس أسبوع بقينا نشتغل ثلاث ورديات متواصلين 24 ساعة. المرور والإشارات هيبقى فيها تعديلات ولا هتبقى على قديمه؟ لا، التعديلات المرورية كحركة سيارات احنا محافظين على سيولة المرور زي ما هو، واحنا شغالين ما حصلش اي عطلة في اي حاجة، ما عملناش تحويلات مرورية في اي حاجة، كل الميدان زي ما انت شايف الناس شغالة والميدان شغال. بعد كده ان شاء الله بعد كده كان في اماكن، هيبقى في اماكن عبور ومشاة بشكل امن بتربط ما بين اماكن العرض المتحف المفتوح، الحركة المشاة تتحرك بشكل سلس يعني. شكرا. العفو.